نقول هذا نقول واش عن هضر هضر عا هضر اللي كان سيدي واحد السبع مريح في واحد الجبل وحاضي المهم تيت قدام واحد المساحه عريضه وتيشوف عندك واحد الوقيته بانت لي واحد رنب بانت لي رنب قال هادي غادي تسلط عليها شي باز يا ما جا ما كملها كاع نقز عليها الباز داها شويه خرج لي واحد الثعلب قال لي الثعلب غادي تسلط عليه شي ديب مازال ما كملها جاه الديب صرطو المهم واحد الوقيته هو يدور في راسو قال لي هاد الفم ديالي عاد ديال تهرس مازال ما كملها نزل عليه واحد السرح بعض العصر إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر.